الثامنة بتوقيت العاصمة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء بأبرز العناوين. صنع الله يعلن رفضه رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي ما لم توضع ترتيبات أمنية بديلة في الحقل. بعد تصريح بلجيكي باختفاء ملياري يورو نصية يؤكد أن اللجنة المكلفة بمتابعة الأموال المجمدة ستقدم تقريرها قريبا. تقرير أممي يكشف عن تورط داخلية المقترحة في انتهاك حقوق المهاجرين داخل مراكز الإيواء، وأيوب قاسم ينتقد التقرير. أهلا بكم. أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله عدم رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي، مؤكدا بقاءه مغلقا ما لم توضع ترتيبات أمنية بديلة داخل الحقل. صنع الله وبحسب موقع المؤسسة الرسمي حذر مما وصفه بالعواقب الوخيمة على القطاع النفطي التي قد تنتج عن دفع فدية إلى المجموعة المسلحة التي قامت بإغلاق الحقل، ولفت إلى ضرورة اتباع نهج يحدد المشاكل التي تعاني منها المناطق الجنوبية لرفع مؤشرات التنمية البشرية وتوفير الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية التي يحتاجها أهالي الجنوب. ضغط فاعتراف فتلبية للمطالب، تعود بعدها الحركة من جديد لحقل الشرارة النفطي بعد قرابة أسبوعين من التعطل. مليار ومئة وعشرون مليون دينار، كان هذا الاعتراف الضمني من المجلس الرئاسي المقترح بأحقية مطالب أهل الجنوب ومشروعيتها، وكأن المطالب التي لم يتوقف عن ترديدها حراك غضب فزان لأشهر عديدة بحسب البعض لم تكن محسوبة ولا مسموعة من السلطات المعنية، لكن يبدو أن التصعيد كان الحل الفاصل. زيارة لرئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج للجنوب لم تأتي إلا بعد ضريبة مفزعة تحمل تبعاتها النفط الليبي وخسائر اقتصادية بالجملة بحسب المؤسسة الوطنية للنفط، أمر جعل المتابع يقر بأن التجاذبات التي صاحبت إغلاق حقل الشرارة النفطي وعدم التنازل عن المطالب كانت ورقة ضغط مجدية للحكومة التي لم تلتفت سابقا لأهل الجنوب رغم ما يعانيه من مشاكل أمنية واحتياجات اقتصادية طارئة. قرار رئاسي قد يخفف من احتياجات أهالي المنطقة الجنوبية، إلا أنه فتح باب التساؤلات والانتقادات عن أحقية المجلس في صرف أموال دون الرجوع إلى السلطة التشريعية، إلا أن الأخير استدرك في قرار منفصل بأن قيمة الترتيبات المالية ستمول من حصيلة الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي. أسئلة عدة يطرحها الوضع بحقل الشرارة النفطي رغم زيارة السراج، فحراك غضب فزان يؤكد فتحه الحقل مقابل تعهدات الرئاسي المقترح، لكن بحسب الناطق باسم الحراك فإن الحراك باق بمحيط الحقل إلى حين تنفيذ المطالب في مهلة 45 يوما. أكثر من ذلك عدم صدور رد من المؤسسة الوطنية للنفط التي أعلنت شروطا هي الأخرى لاستئناف العمل بالحقل، أهمها وضع ترتيبات أمنية بديلة. وبين الشروط الأهلية التي تعهد بتنفيذها المجلس الرئاسي المقترح في مهلة محددة ومطلب المؤسسة بفرض تأمين مسبق لإعادة الإنتاج، يبقى حقل الشرارة النفطي رهين تغييرات لا حصر لها. إلى ذلك أكد الناطق باسم حراك غضب فزان محمد معيقل أن الحراك لن ينسحب كليا من محيط حقل الشرارة النفطي لحين انقضاء الفترة المحددة لتنفيذ المطالب، إلا أنه سمح للموظفين بالعودة إلى العمل بالحقل. وأوضح معيقل في تصريح للنبأ أن الرئاسي وعد بتنفيذ المطالب التي قسمت إلى جزئين حسب الأولوية، إذ تم تحديد أسبوع لتنفيذ المطالب الملحة كأزمة السيولة والوقود وتقديم الدعم للمراكز الصحية، فيما أعطيت مهلة 45 يوما بالنسبة للمطالب الأخرى على غرار محطة أباري الغازية. من جانبه حذر رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة من استغلال إغلاق إقفال الحقول والموانئ النفطية في البلاد وتعريضها للابتزاز غير المبرر أو لغنائم غير مشروعة.
وقال سلامة وفقا لما نقله المكتب الإعلامي للبعثة على فيسبوك إن النفط ملك لجميع الليبيين ولا يحق لأحد أن يتعرض لإنتاجه أو نقله أو تصديره، مضيفا أنه ينبغي أن يكون حق مرتبات العاملين بالقطاع مضمونا وساري المفعول دون حاجة للتدخل. وذكر المبعوث الأممي أن نفط ليبيا ليس رهينة أو غنيمة، بل هو ثروة وطنية ينبغي أن تبقى فوق المساومات والتجاذبات والصدمات لمصلحة الليبيين وهيبة دولتهم حسب قوله. في السياق ذاته شكك عضو مجلس النواب عبد السلام نصية في أن الأموال التي رصدت للجنوب ستصل إليه وستحقق ما تحتاجه المنطقة. نصية وفي تصريح للنبأ قال إن الجنوب يحتاج إلى الأمن والأمان وأن تصل إليه كل السلع والخدمات، مشيرا إلى أن الحديث عن التنمية في ظل الانقسام والفساد ودفع المال من أجل البقاء في الكرسي هي تنمية جيوب وليس من أجل بناء أوطان حسب قوله. وأشار إلى أنه لا يمكن الحديث عن أي تنمية في ظل عدم وجود الدولة، مبينا أن الجنوب الليبي يحتاج إلى الأمن والأمان والسلع والخدمات، وبالتالي فإنه لا يمكن شراء الأمن بالمال وإنما يشترى بالعدل حسب قوله. في شأن منفصل، أكد عضو مجلس النواب عبد السلام نصية أن المجلس سيستمع في أول اجتماع مرتقب له إلى تقرير اللجنة التي كلفها بالتحقيق في اختفاء الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا. نصية وفي اتصال مع قناة النبأ أكد عزم المجلس مواصلة التحقيق في مصير تلك الأموال، مردفا أن تشكيل اللجنة لن يكون آخر المطاف. يذكر أن تحقيقات فتحت في بلجيكا على خلفية استعمال أموال ليبية مجمدة في البنوك البلجيكية منذ عام 2012. في خبر آخر، انتقد المتحدث باسم البحرية الليبية أيوب قاسم تقرير الأمم المتحدة الذي عبر عن القلق لما يتعرض له المهاجرون داخل ليبيا، معتبرا أن هذا التقرير يأتي في إطار الضغوط التي تمارس على البلاد لتوطينهم في الأراضي الليبية. قاسم وفي اتصال مع قناة النبأ أكد أن كل المنظمات سواء كانت دولية أو غيرها تكيل بمكيالين وتسعى لتنفيذ مخططاتها منذ فترة طويلة لتوطين المهاجرين في ليبيا عنوة من خلال استخدامها ورقة حقوق الإنسان للمهاجرين بين الحين والآخر. وأشار إلى أن هذا الأسلوب مرفوض من قبل الليبيين جميعا باعتبار أن تلك المنظمات لم تعمل بصورة جدية على حل الأزمة التي يعيشها الليبيون، وتركز جل اهتمامها على المهاجرين الذين يتخذون من ليبيا منطقة عبور إلى دول أخرى. هذا وكشف تقرير أعده مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالاشتراك مع البعثة الأممية في ليبيا عن تورط أجهزة رسمية حكومية تابعة لوزارة الداخلية المقترحة من ممارسة انتهاكات جسيمة ضد المهاجرين واللاجئين داخل مراكز الإيواء الحكومية. التقرير أشار إلى أن مبدأ الإفلات من العقاب يسهم إلى حد كبير في تهيئة أرض خصبة لتلك الممارسات التي وصفها بالمروعة، منوها إلى ضرورة عدم اعتبار ليبيا مكانا آمنا لهؤلاء. وعبر المكتب الأممي عن بالغ قلقه من الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون داخل ليبيا على غرار عمليات قتل خارج القانون وتعذيب واحتجاز تعسفي واغتصاب وابتزاز. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من طرابلس المتحدث باسم البحرية الليبية أيوب قاسم. بداية سيد قاسم، في وجهة نظرك ما هي الأسس يعني التي قد اعتمدها التقرير، وهل هناك أو كان هناك تواصل مباشر معكم أو مع الجهات المعنية أثناء إعداد هذا التقرير من قبل البعثة؟ السؤال هذا ينبغي يعني ان يطرح على
الحكومة وعلى وزارة الداخلية وعلى مكافحة الهجرة الشرعية وعلى وزارة الخارجية، لماذا لا يقومون بالرد على مثل هذه التقارير؟ هذا هو السؤال. لماذا يستطيع أن يتكلم ولا يتكلمون هم؟ هذا هو السؤال. لماذا لا يواجهون هذه التقارير بالردود الرسمية تحال إلى البعثة الأممية؟ طيب سيد قاسم، أنتم في أنتم يعني بسيادتكم يعني تمثلون يعني الدولة يعني في الجهاز الذي تشغلونه يعني حاليا؟ أنا أمثل حافظ توحد رئاسة أركان القوات الداخلية وحافظ توحد. نعم، وهذا الجهاز يعتبر جهاز تابع للدولة أو مؤسسة الدولة يعني. يعني لماذا هذا هو السؤال، لماذا لا تقوم الأجهزة الأخرى والمؤسسات الأخرى في الدولة الليبية بأن تقوم بأداء واجبها في هذا الإطار؟ جهاز مكافحة الهجرة الشرعية أو الهجرة الشرعية ملف خطير جدا على الدولة الليبية وعلى مستقبل الليبيا وعلى أمن الليبيا وديمغرافيتها بل حتى جغرافيتها. هذا الملف ينبغي أن تتداعى كل المؤسسات الدفاع عن حقوق الليبية وعن رد هذه الاتهامات، خاصة عندما يذكر في التقرير أن هناك أجهزة تتبع الحكومة وتتبع الداخلية وغيرها. السؤال الذي يطرح لماذا يعني هذه المنظمة أو البعثة الأمم المتحدة التي تتواجد في ليبيا يعني هي تعرف الظروف الليبيين وتعرف الحالة الأمنية في ليبيا. هذه البعثة كان ينبغي عليها الأول حل لهذا الملف هو دعم الاستقرار في ليبيا، دعم حقيقي. أما ما تقوم به هذه البعثة للأسف الشديد هو عبارة عن تعميق الجرح وزيادة فترة معاناة الليبيين. طيب سيد قاسم، أنت ذكرت أن الحكومة ووزارة الداخلية والمسؤولين بشكل عام يعني يلتزمون الصمت، فهل هذا يعني يمكن أن نقول أن هذا الصمت يفسر بأنه موافقة لهذا التقرير أم ماذا بالتحديد؟ أنا لا أريد أن أقيم ولا أن أحدد، لا حسب وجهة نظرك وحسب تحليلك يعني حسب ما تراه أنت يعني. كل إنسان في ليبيا يعرف أغلبية الناس التي تعي المشهد يتابع المشهد تعي لماذا هذا الصمت. أنا لا أريد أن أتحدث أكثر على هذا الصمت، أنا فقط وجهت اللوم أن كان لأن هذا الملف يمثل مستقبل ليبيا ويمثل الأمن القومي الليبي. يعني كان لا ينبغي أن تسكت هذه الأجهزة بالكامل. لماذا فقط أيوب قاسم يتكلم على هذا عندما من الذي يشرف على بعثة الأمم المتحدة في ليبيا؟ الخارجية، أين الخارجية؟ لماذا لا الخارجية لا تقوم بإعطاء بعض الأشياء القانونية؟ نعم. التي موجودة يعني غير حقيقية حتى من ناحية القانونية في صياغة التقارير، صياغة عائلة، ليس هناك حقيقة قرائن شديدة أو قوية. إذا كان وجدت هذه القرائن فهذه المؤسسات التي تتبع الحكومة لماذا لا يتم نجمها، لماذا لا يتم تنظيمها؟ ولكن أقول لك في النهاية أنا أدرك أن نحن مهما أعطينا من قرائن ومهما حاولنا أن نحسن من أوضاعنا ولن يرضوا عنا، لن يرضوا عنا بتاتا، لأن هناك هدف ما في ملف الهجرة غير الشرعية يتجاوز ليبيا ويتجاوز حقوق ليبيا وأمنها. الناطق أو المتحدث باسم البحرية الليبية أيوب قاسم كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا. هذه النشرة متواصلة ولكن بعد الفاصل. ليبيا تسدد الدفعة الثانية من ديونها المتراكمة لدى المصحات التونسية. أهلا بكم من جديد. أكد وزير الخارجية التونسي خميس جهيناوي أن ليبيا مستمرة في تسديد ديونها لدى المصحات التونسية، وأوضح جهيناوي في تصريح إذاعي الجمعة أن تونس تسلمت مبلغ 50 مليون دينار تونسي كدفعة ثانية من سداد ديون ليبيا التي بلغت 218 مليون دينار. وقال جهيناوي أن تونس وليبيا ستعودان إلى تطبيق نظام المقاصصة، وذلك بأن تستورد تونس النفط الليبي مقابل تصدير سلع حسب حاجيات الطرف الليبي.
أقيم بالعاصمة طرابلس ملتقى لأمناء المكاتب المدرسية بقاعة مدرسة بشير الوسطى لمناقشة الصعوبات التي تواجه المكتبات وإيجاد سبل كفيلة من شأنها الرقي بالمستوى التعليمي. هي مرفق حيوي من مرافق المدرسة، وجدت لتؤدي خدمات وأنشطة متنوعة ولتحقق أهدافا تربوية وتعليمية وثقافية واجتماعية عن طريق تلاحمها وتكاملها مع البرامج المدرسية والمناهج الدراسية. ولما للمكتبة المدرسية من أهمية نظم في مدرسة بشير الأسطى بالعاصمة طرابلس ملتقى أمناء المكاتب المدرسية. دور كبير في مساندة العملية التعليمية، لها هي الإشعاع الثقافي للوعي ونشر الثقافة بين الطلبة لغرس عادة القراءة وحب الاطلاع لدى الطلبة والتلاميذ. فالمكتبة تعتبر العمود الفقري للعملية التعليمية في الأساس يعني. فبدون مكتبة تفتقر المؤسسة التعليمية من الإسناد التام للمواد العامة والأنشطة وجميع المعارف العامة. الملتقى بحث في فعاليته المشاكل والصعوبات التي تواجه المكتبات وإيجاد حلول جذرية لها، كتزويدها المستمر والدوري بالكتب المختلفة التي من شأنها رفع المستوى الثقافي للطلاب. وفي محاولة لتحفيز الطلبة على الاطلاع، بحث الملتقى كيفية الانتقال من المكتبات التقليدية إلى المكتبات الحديثة المتطورة بتطور التكنولوجيا. أكثر حاجة نعاني منها عدم التزويد بالنسبة للأتات وبالنسبة للكتب وبالنسبة للقصص. وطبعاً نتمنى أن تكون الاهتمام بالمكتبات أكثر. علاش؟ لأن طبعاً زي ما نعرفوا أن الطالب معش يلفت له نظرة الكتاب أو القصة. يعني ماذا بينا نتمنى أن يكون في تزويد في بعض شاشات العرض، في أجهزة الكمبيوتر، والاهتمام أكثر بالعنصر اللي هو الطالب اللي يكون صغير. جعل المكتبة المدرسية مرجعاً ورافداً أساسياً للمناهج التعليمية خطوة مهمة في زرع ثقافة المطالعة والتعلم واكتشاف المواهب الراغبة في الاطلاع، ليكونوا عناصر فاعلة في وطن يحتاج الكثير من أبنائه ليقف وينهض ويبني مستقبلاً زاهراً. لأكثر من أسبوعين يعاني سكان مدينة طبرق من فيضان مياه الصرف الصحي وانسداد غرف تصريف مياه الأمطار بشوارع المدينة، أمر يقود إلى التساؤل عن أولويات الحكومة في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في مدن البلاد. الشوارع الرئيسية غارقة، والسبب فيضان مياه المجاري وانسداد غرف تصريف مياه الأمطار التي شهدتها مدينة طبرق الأيام الماضية. غرق الطرق كان نتيجة توقف العمل بمقر شركة المياه والصرف الصحي على خلفية أسباب قبلية، وذلك بعد تقديم مديرها استقالته وعدم قبولها من الجهات المختصة. مشاكل وصراعات إدارية ألقت بظلالها على المواطنين بالمدينة الذين تضافرت جهودهم من أجل التدخل لإصلاح هذه الانسدادات بالمجهودات الذاتية. وتظل البنى التحتية المهترئة التي تشهدها معظم المدن الليبية تطفو للواجهة في كل مناسبة بعد هطل الأمطار التي تتسبب في عرقلة حركة السير، ليبقى المواطن الوحيد الذي يؤدي ضريبة كل هذه المعاناة في انتظار تحركات جدية من الجهات المسؤولة. قالت مصلحة الجمارك الليبية إنها ضبطت كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر المنافذ البحرية والبرية والجوية. وأشارت المصلحة في بيان لها إلى أن هذه الضبطيات شملت أكثر من 52 ألف كيلوغرام من مخدر الحشيش و100 مليون قرص ترامادول، إضافة إلى حاويتين من الأسلحة النارية وبنادق الصيد، وهي كميات غير مسبوقة تستهدف اقتصاد البلاد بغرض غسيل الأموال ودعم الإرهاب بحسب البيان. افتتحت مديرية أمن جالو بمركز الشرطة بمنطقة الشرف من أجل حل المشاكل التي تعاني منها المديرية بالبلدية.
وألقى خلال الافتتاح العديد من ألقي خلال الافتتاح العديد من الكلمات التي أشادت بدور رجال الشرطة في ضبط الأمن وتفعيله من خلال مركز الشرطة والأقسام التابعة له. وأضاف الحاضرون بأن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي مديرية أمن جالو لتحقيق الأمن للمواطن عبر تأمين الطرق وضبط المطلوبين. أقيمت بمدينة بني وليد ورشة عمل حول المعالم الأثرية وخط التحصينات الرومانية بالمدينة. الورشة حسب القائمين عليها جاءت لتعزيز قيمة عمائر خط التحصينات أو منشآت التخوم الدفاعية، كما أنها مناسبة للاستفادة منها في الترويج السياحي للمناطق التي يمر بها الخط الروماني الأضخم في العالم. يذكر أن الورشة كانت أو قد شارك فيها نخبة من الخبراء والاختصاصيين والمهتمين بهذا الجانب، وذلك برعاية الهيئة العامة للسياحة والمجلس البلدي بالمدينة. نحن اليوم في مدينة بن وليد نحضر ونشارك في ورشة عمل جديدة ومن نوع جديد وبأسلوب جديد، ورشة عمل في مجال السياحة والآثار، ورشة عمل لخط سياحي جديد ومسار سياحي جديد عالمي بإذن الله تعالى، وهو خط التحصينات الرومانية. طبعا الورشة بنحاول من خلال هذه الورشة في الورقات اللي حيتقدموها الأخوة المختصين في هذا المجال تسليط الضوء على هذا الخط الذي يعتبر أكبر وأضخم خط في العالم، خط دفاعي يمتد من منطقة أبو نجيم يمر بالمناطق المتاخمة إلى مدينة تغدامس. هكذا نكون قد وصلنا بكم إلى ختام هذه النشرة، وهذا تذكر بأبرز ما جاء فيها من عناوين. صنع الله يعلن رفضه رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي ما لم توضع ترتيبات أمنية بديلة في الحقل. بعد تصريح بلجيكي باختفاء ملياري يورو، نصية يؤكد أن اللجنة المكلفة بمتابعة الأموال المجمدة ستقدم تقريرها قريبا. تقرير أممي يكشف عن تورط داخلية المقترحة في انتهاك حقوق المهاجرين داخل مراكز الإيواء، وأيوب قاسم ينتقد هذا التقرير. كما تابعتم أيضا، ليبيا تسدد الدفعة الثانية من ديونها المتراكمة لدى المصحات التونسية. هذا كما يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا الإلكتروني النبا.tv وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم على طيب المتابعة، دمتم في أمان الله.